البلاغ الملكي هو بمثابة دعوة للسيد رئيس الحكومة المغربي باش إعادة النظر في قانون الأسرة. وباش نتكلموا على قانون الأسرة نتكلموا على قانون اللي تيتكلم على كل مكونات الأسرة من رجل وامرأة وأطفال. بالطبع هذا القانون اللي صدر في 2004 واليوم حنا على مشارف 2024، إذا 20 سنة من التطبيق في المحاكم المغربية، عرف عدة اختلالات ومشاكل ونواقص. وهذه الاختلالات ماشي فقط هي من منبع الجمعيات النسائية أو أنها فقط تصدر أحكام قيمة، بل هي واقع حقيقي تعيش النساء في المحاكم المغربية. وكذلك جاء في الخطاب للعرش الأخير ديال 2022 اللي تكلم صاحب الجلالة على أن هناك نواقص وهناك اختلالات وضروري اليوم أن نعيد النظر فيها. إذا القانون اليوم الأسرة هو من الحويجات ذات أولوية من أجل تغيير بعض الفصول ديالو، لأن باش نتكلموا على بعض الفصول تنتكلموا على واحد المعاناة تتعانيها النساء المغربيات، باش نتكلموا على مستحقات النفقة، باش نتكلموا على تزويج القاصرات، باش نتكلموا على تعدد الزوجات، باش نتكلموا على الولاية القانونية على الأطفال، باش نتكلموا على الحق ديال المرأة في الزواج وهي حاضنة، باش نتكلموا كذلك على تقسيم الممتلكات. إذا هادو كلهم بعض النقاط ذات أولوية من أجل إعادة النظر فيهم، لأن اليوم إحنا في هذا القرن وباقين تنزوجوا بنات أقل من 18 سنة للحق ديالهم طبيعي، هو أنه يكونوا في حضن الأسرة، يكونوا عندهم مقعد في الدراسة، يقدروا أنهم يستفدوا من التكوين، أنهم ينضجوا عاش نزوجوهم في 18 سنة. لكن المغرب مقع على اتفاقية حقوق الطفل، والمغرب عنده دستور جد متقدم، حان الوقت من أجل ملائمة القانون الأسرة مع هذا الدستور المغربي وكذلك مع اتفاقية دولية باش نقدروا نحافظوا على الحقوق الكاملة للنساء، وكذلك نحافظوا على الأسرة المتماسكة والمنسجمة. لأن باش نتكلموا على الحقوق ما تنتكلموش غير فقط على الحقوق للنساء، تنتكلموا حقوق ديال الرجال، وتنتكلموا كذلك المصلحة الفضلة للطفل. اليوم لا يعقل باش نلقاو طفل ما عندوش الهوية، الحق في الهوية، الحق في عقد ازدياد، الحق في نسب. إذن اليوم عندنا خبرة طبية جينية اللي خصنا نعتمدوها باش نعطيو هذاك الحق لهذاك الطفل الحق ديالو الكامل، باش ما يتسبش، باش ما يتشتمش، باش ما يعيش في الحقرة داخل هذا المجتمع، وباش كذلك ما يعيش واحد الظلم من 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 المحيط ديالو اللي يقدر انه يخلق ليه واحد عدم توازن وكذلك واحد الحقد على 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 المغرب ديالو. إذا حنا اليوم نفتخر بمغربنا، نفتخر بما وصلنا إليه من 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 تقدم. وكذلك خصنا تكون عندنا الكرامة اللي خصها تكون كرامة للجميع، كرامة المرأة وكرامة الرجل وكرامة الأطفال. اليوم خصنا يكون عندنا قانون عادل، قانون المساواة. حنا ما تنتكلموش على أننا نعطيو حق ونتزعو حق آخر للرجل، أبدا. حنا بغينا تكون أسرة منسجمة، أسرة ما تتعيش الظلم، أسرة ما تتعيش القهر، أسرة ما تتعيش لا مساواة. في الوقت اللي أنا عندي الحق باش نحضن هذوك الوليدات وما عنديش الإمكانيات المادية باش نعيش في مدينة، وعندي الحق باش نعيش في مدينة أخرى، عندي الحق كذلك باش نسجل بنتي في مدرسة أخرى بدون البحث عن واحد الراجل يمكن ما تيأديش النفقة، يمكن ما تيقومش بزيارة المحضون، يمكن ما تيقومش بواجباته كأب. إذا هنا خاص يكون عندي الحق، خوفا من ضياع الحقوق الفضلة للطفل. لأن باش نتكلموا على الطفل في آخر المطاف، طفل اللي خاصو يتمتع بالتمدرس، خاصو يتمتع بالصحة كاملة، خاصو يعيش سعيد، خاصو يلعب، خاصو يكون في حضن الأسرة ديالو إلى آخره. وحنا اليوم باقيين تنقلبوا على واحد الأحكام استعجالية في المحاكم، يا إما في بداية الموسم الاجتماعي ولا في آخر السنة أي في يونيو، فقط باش يا إما نقيدوه في مدرسة ولا نقيدوه خارج في مدارس خارج الوطن ولا نصفروه ولا نقوموا ليه بإنجاز بعض الوثائق. هذا شيء بسيط جدا، وحان الوقت من أجل تجاوزه. باش نتكلموا على قانون تنتكلموا على واحد الفصول خاصها تحمي الإنسان، امرأة كانت أو رجل أو طفل. للأسف الشديد هو أننا اليوم تنشوفوا داخل منصة التواصل الاجتماعي واحد التحامل، واحد اللخط، واحد السب والشتم، واحد المعلومات خاطئة، نظر لأن هادو اللي تيتكلموا في منصة التواصل الاجتماعي ما عندهمش دراية ميدانية بالقانون، ما عارفينش قضايا النساء، ما عمرهم ما دقوا باب جمعية من الجمعيات أو مركز من المراكز باش يستمعوا النساء ومعاناتهم. أكيد اللي تيتكلم تيعرف
عن قرب المعاناة، ولكن كما تنقولتي تغطيها بالغربال، نظرا لأن باش نتكلموا على المستحقات النفقة، راه اليوم تنقولوا أن خص تكون المستحقات تتغطي الحياة المعيشية ديال المرأة هي والأطفال ديالها، ولكن راه كاين قانون اللي هو تيسري دابا في المحاكم واللي النساء تيخوضوا فيه، هو أنه تيقدروا أنهم يقتطعوا من المنبع ديال أجر الزوج اللي تيكون في القطاع العام. إذا هذا الشيء ماشي جديد، هذا الشيء قديم قدم التاريخ. إذا خاصهم يعرفوا بأن هذا الشيء كاين بزاف الحويجات اللي تيطرحوها اليوم هي ديجا تطبق في المحاكم. بل اليوم اللي تنطالبوا به حنا هو أن لا يعقل باش مرأة تيكون عندها جوج الأطفال ولا ثلاثة الأطفال وتطالب بالمستحقات النفقة تيخرج لها في المستحقات 300 درهم للطفل. كيفاش ممكن نغطيو شهر كامل من الماكلة من الشراب من كسوة من تطبيب 300 درهم؟ إذا اليوم خاص إعادة النظر، هذا حق إنساني، هذا ما فيش المزايدات، هذا حنا مثلا نقولوش غناخذوا من جيب الرجل شي حاجة بالقوة، ولكن كذلك تنقولوا أن خاص تكون نفقة متساوية بين المرأة والرجل. كيفاش؟ والمرأة باش تكون خدامة خاصها تنفق بحالها بحال الراجل. إذا هنا راه المساواة، باش نقولوا المساواة خاصها تكون المساواة. لا يعقل باش تكون المرأة خدامة وتطالب بالمستحقات النفقة باش تاخذ هذاك الأجر ديال هذاك الزوج، لا، هي خدامة كما هو خدام. إذا خاصها تكون نفقة مشتركة على الأسرة وعلى الأطفال من أجل أننا نكونوا تنآمنوا وتنطبقوا حقيقة مبدأ ديال المساواة. باش نتكلموا على الولاية الشرعية، شنو هي الولاية الشرعية؟ الولاية الشرعية هو أن اليوم الأب هو عنده داك الحق ديال أنه يصفر ولاده خارج الوطن، هو ينجز لهم الوثائق الإدارية وجواز السفر، هو اللي ينقلهم من مدرسة لمدرسة، هو اللي يجري لهم عمليات جراحية، مزيان. ولكن في الوقت اللي تيكون شقاق وخصام بين الطرفين، تيكون مشاكل اللي بين مرأة وراجل راشدين، ولكن اللي الضحية هو داك الطفل، وهذيك المرأة ساكنة في مدينة الدار البيضاء على سبيل المثال، ولكن ما بقاش عندها إمكانية العيش في مدينة الدار، بغات تسكن مع عائلتها في مثلا في جديدة ولا في أزمور ولا في مدينة أخرى، وبغات تدي داك الوليد لمدرسة أخرى في هذيك المنطقة. إذن تيولي داك الراجل هي العكس، هي الخصام، هي الرفض أنه ما تيبغيش يسجلوا في مدرسة أخرى، وهنا تيضيع ليه سنة ديال التمدرس. هنا 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 كيفاش ممكن نحقوا لهذاك الوليد ويقدر انه يتمتع بدوك الحقوق الانسانيه؟ اذا حنا اليوم تنقولوا خاصة تكون المساواه في الولايه الشرعيه. انت ما قادرش تحمل مسؤوليتك، انت ما تتنفخش على ديك الاسره، انت غيب، انت رافض انك دير زياره المحضون، ولكن خاصك كذلك ما تكونش عندك الولايه على هذوك الاطفال. هذيك الام اللي قادره تحضن دوك الوليدات وقادره تعب عليهم وقادره تصرف تصير عليهم وقادره كذلك توفر لهم امكانيات كثيره زعما يمكن تقطعها من لحمها على ود هذوك الوليدات، اذا حان الوقت باش نعطيوها داك الحق في الولايه. احنا تنقولوا يمكن تكون الولايه مشتركه، ولكن كذلك ممكن اننا نسحبوها من الراجل في الوقت اللي تكون غير مسؤول عن الاسره. كيفاش حنايا امراه عندها ولدها شدته واحد لاكخيز في الليل باش يجري عمليه جراحيه، وحنا نبقاو نقلبوا على داك الراجل هو غايب، هو ماشي في المدينه اللي ساكنه فيها هذيك السيده وداك الطفل، ولا انه تيرفض انه يوقع عليها ودري على وشك الموت. اذا كيفاش واش حنا ضروري خصنا نمشيو للمحاكم ونديروا شكايه استعجاليه وخرجنا الحكم عارفش الدري نديروه ندوزوا ليه ولا نديروا ليه عمليه جراحيه تيموت؟ لا، خاص ضروري ان القانون يكون فيه تبسيط المساطير، قانون اللي تعطي الحقوق للانسان، قانون كذلك اللي تعطي حقوق الطفل، لان المصلحه الاولى والاخيره هي داك الطفل. المغرب وقع على اتفاقيه حقوق الطفل، المغرب في الفصل 54 في القانون ديال الاسره اليوم كذلك فيه الحقوق الكامله للطفل، اذا حنا ناخذوها بعين الاعتبار. زائد الدستور المغربي المتقدم في الفصل 32 كذلك ينص على 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 الحقوق ديال الطفل. اذا اليوم حان الوقت من اجل اعاده النظر كما جات في 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 البلاغ الملكي الاخير، إعادة النظر في قانون الأسرة، قانون اللي بطبيعة الحال غيعطي الحقوق الإنسان امرأة كانت أو رجل. جاءت كذلك في الخطاب الملكي السامي في العرش ديال 2022 تيقول لك حتى واحد حنا ما غناخذوا ليه الحق ديالو، حنا ما غنعطيوش الحق للمرأة وغنتازعوها على الرجل، بل حنا بغينا نتكلموا على أسرة متماسكة، أسرة منسجمة، أسرة اللي تتسود فيها المحبة والعدل والإخاء، وكذلك تسود فيها العلاقات الإنسانية. هذا ما نطمح إليه، ما تنطمحوش على أن حنا غناخذوا شي حاجة ديال الآخر، لا، حنا بغينا المحاكم تخوى من الملفات،
ان المحاكم في الوقت اللي يمشي اي طرف من الاطراف ياخذ الحق ديالو. حنا باش نتكلموا اليوم على تزويج القاصرات، كيفاش ممكن نتكلموا اليوم على تزويج القاصرات؟ كيفاش قاصر اللي ماشي بلاصتها انها تتزوج براجل قد الاب ديالها ولا الجد ديالها وباقي القانون تعطي هذا الحق؟ اذا اليوم حان الوقت من اجل الحذف النهائي ديال الفصول المتعلقه بتزويج القاصرات. تقسيم الممتلكات اليوم كذلك، تقسيم الممتلكات كاين في القانون السابق ولكن كاين كما تنقولوا غير واضح. تنعطيو الحق ولا الصلاحيه للعدل انه هو اللي هو اللي شعر الزوجين المقبلين على الزواج بعقد موازي لعقد الزواج وتسجيل كل الممتلكات المتراكمه بعد الزواج. انا تنقولوا ما خصوش يبقى هذه العمليه نظرا لان العدل في اخر المطاف تيخاف من انه يهربوا لي الزبائن وانه عاوتاني كاين حشومه والعيب وحنا داخلين على طمع الى اخره. حنا باش نيفيتيو بزاف الحويجات اللي تتقال في المجتمع والتقاليد الى اخره، ان يكون من ضمن النقاط المدرجه في عقد الزواج تقسيم الممتلكات المتساويه. انا لا راكمتهم انت تاخذ النص ولا راكمتهم انت غناخذهم انا النص. اذا عادي جدا عادي لان حنا جهدنا بجوج باش نراكموا دوك الممتلكات. اما الممتلكات اللي جايبهم من دار باك ولا دار امك ولا داري انا الى اخره، هذاك ارث خاص بي انا. ولكن اي حاجه راكمناها الا وهي هو تراكم بجهدي الطرفين.